والأكتر واجب أسهرمنا منه بالطيب ما منخسر فينا أمل بكرة بيكبر منشوف ومنحاول أكتر نواجه أسهر ابنا منه صعب شعور بهالدني ما تعرف أصلك من فصلك وحيد بهالدني عكسني أصلاً مش زادك أصعب شعور بهالدني ما تعرف أصلك من فصلك تبقى وحيد بهالدنيا مع كذبة اصلا مش ذنبك شو ذنبي انا في قاع ليلي عن كم ماكت ناديتك استنجدتك حتى يئست في قاع ليلي عن كم ماكت ناديتك استنجدتك حتى يئست وفجأة كحلم وردي قدمت ويدا ملفوفة بالغار مددت فشمدت في غرقي وقلت منقذتي الآن بك بدأ بتوصيني شيء؟ سلامتك بس انا كنت عاوزك كلمتين والله يا بتاخرت بس اذا بدك تضل لا لا معلش مرونا عندي على الدكان بنقعد وبنحكي على رواق طيب خلص بانكو بيجي لعندك دعي لي الله معك موفق مع
هي شغلة الإيميل ما عجبتني. على الرغم من إنه الفاكس كنا نكتبه بإيدنا كان اتصلنا بحوالي أسرع من هيك. أسرع؟ لا مو أسرع أصعب. على القليل جماعتنا بيثقوا بالفاكس. الإيميل لسه ما صار وثيقة رسمية عنه. بس بقبرص يعترفوا فيه. هلا بدي إياكي تروحي تشوفي إذا كان الحوالي وصلت مشان تحوليها تحطيها بحسابنا. أوكي. ايه شوف دخيل عينها، ادق إلا بترقص، جنت كروم، اي بي اس، ايه شو بدك على منيك؟ لك شو بدي اتجوزها انا؟ عم اقول لك رايح انا ورفيقتي يومين. طيب اسمع، كرمال تموره عندي ها، هحسب لك اياها ب 3000 ورا. لك شو 3000؟ شو عم باخذ بي ام انا يا زلمه؟ روح عني ما بدي اياها. لك تعال قلها، لك هي احلى من بي ام، هي موديس انت هي. لا يا تموره، شي مره غشيتك انا؟ اخي معي 2000 كل يوم، تاخذهم 4000 يومين، خذهم والله ييسر لك. روح جيب هويتك وتعال قلك اهلين معلم، اهلين وسهلين، يا ميت اهلين وسهلين، لا تواخذني بس يعني في رزقه. خلصنا، يرضى عليك يا ابو فارس. شوف لي يا زلم، اوضاعه ما عجبتني هاليومين. تكرم عينك، تكي وكون عنده. وخذ الفطور طريق. ايه بعيوني، بعيوني معلم، اهلين وسهلين شريف. ايه تموره؟ ايه ابي؟ روح جيب لك الهوية وتعال، على السريع. هويتي معي، وال 4000 شندي. فوت لنكتب عقدهم. يعزم منال وأميرة اليوم على الغداء. هلأ كفيلي عن وليد. خلص شو بدي كفيلك؟ قلت لك هذا اللي صار، هو قال ما عنده مشكلة بأي شيء. وأنت شو رأيك بالقصة؟ انتهيت هيك؟ شاهر خلصنا بقى، نضل نحكي طول الوقت عن وليد. يعني حتى لو خلصنا بقى شاهر، اسمع عليك شو. هلأ رح روح أحكي مع الصبايا وبعدين برجع بحكي معك، أوكي؟ يلا باي. شو يعني طارت؟ ما عاد رح شوفها؟ ايه معلش معلش، اللي خلقها خلق غيرها. انا الحق علي كان لازم اخذ رقم موبايل على الاقل يعني. يا زون زوني جيبي. اسمع لك، امبارح قمت لك كم صوره لكم بنت بيمزعوا العقل، اتذكرت انه انت ما ممكن تشوفهم. سمعك صوته، خود اسمع الصوت، هي بنت اسمها نانا بتمزع ضبابات العائلة. فارس ما يفايق لك، الله يستر على عرضك. بدي اسمع الصوت، اسمع الصوت. ولي بتدوي بالحجر، دخيل عين انا عليها طول. ولي ولي مشي الحال، واعتبريني من هلا بلشت شغل. هي ما بتصح لحدا وبراتب كمان. والله الدكتور وائل ما في. يعني انت بتستاهل، بس ما بعرف ليش بنته مطالعه له. هي علينا هلا شو بدنا بهالسيره؟ لكان لو ما بهدلت امبارح لكانت لهلا ملزقه فينا. صفاء اذا بتريدي خلينا بشغلنا. ليه؟ شو بشغلنا؟ لحد هلا ممتاز. صفاء شغلنا هون، فهمتي علي مو؟ يلا. قد ايه حقها هي؟ 450. حلوه؟ طيب شو اسمه؟ كمان أخرى ومشلو وتشات. إذا كبينا فوق مي بحس؟ لا ما بحس. لا مبلا بحس. لا ما بحس. لا مبلا بحس. يلا كبوا. شفت شلون ما حفظ؟ ولا لك يا عمرك انت وياه. ايه لا تزعل حبيبي، هدول ناس قليلين بتلقاهم. لا تزعل حبيبي، الله يوفقك. صفاء
كان يطير عليكم وقت اللي قلت انه في عنا سفره لبرا. شو هذا ما بده هلا؟ مظبوط بيبي، بس انا مليت من السفر. يعني معقوله لك اسافر لحالي؟ بركي اجاني هنيك ازمه ربو. سلامة قلبك حبيبي، اساسا انا ما بيهون علي اتركي حالك. بفهم لها شيء انك موافقه تسافري معي؟ يعني بلا تتركيني لحالي؟ لا انا مستحيل اتركك لحالك، وراك وراك لك. تقدر يا ضامي، تقدر يا ضامي. اسعد شلونك؟ كتير منيحة. شو عم تساوي؟ ولا شي، قاعدة. شو؟ كيف صاحبك؟ منيح والله، هو مشتاق لك. ها؟ بعرف، وأنا كمان مشتاقة له، جا على بالي شوفه كتير. لا لا حاجة، بح هاي المرة وخلاص. وليش بقى؟ إذا القاضي راضي، أنت شو دخلها؟ شو دخلني؟ ما أنا اللي عم شغلي، معناتها أنا اللي دخلني. إيه لا حبيبي، مو على كيفك. أنا إمتى ما بدي بروح لعنده، فهمان ولا مانك فهمان؟ اسمعوا لي، والله بكسر رجليك إذا بتقربي على ألو. عمرك. لا هي بنت الكل. عم تسكري بوجهي؟ شو عليك؟ أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. يخلي لي إياكي. عفوا إذا سمحتي يا أنسة، بدي آخذ هدية لخطيبتي أنا. حبيبتي تقفشيني، لا تزعلي مني، والله ما صح اللي اجي. خلص الا ما اشوفك قبل ما ترجعي حبيبتي. والله وانا مشتاقه لك كثير. طيب ايه عاتية؟ ايه مامي؟ ايه حبيبتي مبسوطه؟ نحن تمام، كله منيح. طيب حبيبتي لا تطولي، يلا باي باي. كيف الصرتورة؟ الحمد لله منيحة. شو حكي معي؟ بابا كنت بدي اقول لك انه بدي اعزم منال واميرة وسالم لعنا على الغدا. مين هذا سالم؟ لك يا بابي كم مرة قلت لك سالم اخوها لاميرة، هذا الشاب المقعد. يا سارة انت شايف الوقت مناسب، ما انت عندك مشاريع وشغل. بابي اميرة بتتزوج يوم الخميس، ويمكن انا ما عاد صح لي اشوفها، فقلت بعزمها ومنه كمان انت بتتعرف على سالم. طيب خلاص خلاص خلاص، شوفي شو بصير معك وخبريني بعدين. خلاص مو مشكلة، مشان نجيب أكل جاهز، عرفتي؟ طيب أوكي، يلا باي حبيبي.
على فكرة أنا بعرف إنك أنت بغرفتك ها، فمشان هيك انزلي. لك ليكني واقف قدام الوحدة تبعك، انزلي بقى بلا غلاظة يلا. يعني ايدي هيك شو ذنبي؟ اذا كانوا رجلي هيك شو ذنبي؟ اذا كنت على كرسي مثل هذا حتى مسخرة لأولاد صغار لي شو ذنبي؟ خلصنا بقى صار خلصنا بقى ولك هي حكمة الله ما عم نقدر نعترض عليها ما عم نقدر يا الله يا الله يا الله ساوي لك اذا حبني بغو بس نحن مو هذا كان اتفقنا يا سلمى خانم نحن كان اتفقنا انه حضرتك تشتغلي شغلك وتاخذي مصاري وتمشي مزبوط وهذا اللي صار بس هو ما خلاني روح قعدني وقضى لي حكي ورومانسيه شو اعمل له اسمعي انا اللي بيهمني انك تنسيه تنسيه وتنسي عنوان بيته كمان ايه لا حبيبي ما حذرت اصلا لو بيهمك عن جد ما كنت اخذتني لعنده بالاصل اسمعي وليه لا تخليني اسخك مليون كف وقلع عن الساعة اللي شفتك فيها هذا أخي بعدي عنه فهمتي لك إيه خلصنا بقى حاجة مراجل حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا شوف أبو فارس إذا أنت إلك مصلحة معه أنا كمان صار لي مصلحة خاطرة تعي لهون سير إيدك أحسن ما لم عليك العالم كله هون ها طيب سمع بسكي هاي المبلغ كمان عليه وهو كمان حبيب إذا بتعرفي إنه أنا بفصل بين العلاقات الشخصية باي ابو فارس الله يا ابو فارس الله لا يوفيك ما بخفي عليك اني كنت بدي خبرك اني مسافره كصديق كصديق بس يعني اللي فات ما ليك سمير رح ارجع لك للمره الثانيه اني انا لينا هلا غير لينا اللي كنت تعرفها من 5 سنين بعدين انا ماني مثل وفاء وبقيه هالنسوان انا ما بطلع على الرجال غير جوزي وشفت هاي البضاعه يعني ما انت شوف شو مرحبا يا اخ اهلا وسهلا يعطيك العافيه اهلين حبيبي شو القياس قلت لي 44 والله هذا القياس مو موجود عندك طيب حظي سيء يلا يعطيك العافيه يعطيكم العافيه حبيبي هاي جيت من شركة الطيران يلا الضبط بيخدم قعدت مع عائلتي تمام تفضل على الصندوق رقم 1 شكرا كثير هلا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا ليش ما عم ترد علي؟ خلص انا بحكي في روحي هلا شوفك ضروري ايه ايه خلاص اوكي باي باي
الو اهلين يا زون، كيفك؟ شو خير شبك؟ ليش متضايق؟ طيب شو رايك تقوم تجي تتغدى عنا اليوم؟ عزم رفقاتي على الغدا، بدي اعرفك عليهم. يمكن يطير من بين ايدينا. وين شافها؟ قصدي شلون تعرف عليها؟ يمكن بنت جيرانه. ايه لا، بنت جيرانه ابو فارس، كشلك غير كشي. يا سبحان الله يا سبحان الله، كيف لما بكذب دغري ببين على وجهي. فعلا انا عم بكذب، انا الجحش اللي عرفت عليها. بس المهم ما بدي يطير من بين ايدينا، عم تفهمي؟ هي فرصة عمرك وعمري. هلا بهي المدة الصغيرة لحقت الحس لمخه؟ هلا اللي بعرفه أنا إنه دندوني حبيبتي مو بس لحقت الحس لمخه. أبشر لعيونك، هيك بتحلى اللعبة أكثر وأكثر. لك هي السفالة اللي أنا بموت عليها، أعطينا اثنين قهوة يا ابني. بابا حبيبي يرضى عليك، بس من وصلت طمني. دير بالك على حالك، ها؟ مع السلامة. أهلا أهلا وائل، كيفك؟ أهلين وسهلين. شو يا؟ العزايم من ورا ظهرنا وما عندنا خبر. لا عزايم ولا شيء، هي سارة هيك عاملة عزيمة رفقات هي لسا. عزمة يزن كمان. بلا برافو. إيه شو؟ المهم خلينا بشغلنا احنا هلا مشان شغلة تستثمر. شو صار معكم؟ تعرف شو؟ صريح صريح. معلم وقف هون بالله لو سمحت. هون في شجر كثير، هون في زريعة. بس لحظة بس لحتى رن التليفون إذا سمحت. ألو ألو، مرحبا سارة. حبيبتي اطلعي لبرا، أنا يمكن وصلت. اطلعي شوفيني، بعتقد انه انا بالمنطقة يعني. مع السلامة. بس لحظة معلم لو سمحت. قديش حسابك؟ 50. خلي الباقي مشانك. رفقاتي رح تتسلى كثير وتغير مودك، ورفيقي سالم هاد عرفك عليه رح تحبه كثير كثير كثير. خير ان شاء الله. ما حيجي عم هوائي؟ بلا جاي، راح يجيب الاكل يلا ما بيتاخر. بتعرفي كانه وصي؟ شو بعرفها؟ هيك احساسي عم بيقول. كيفك عمو يزن؟ اهلين بابا. اهلين عمو، كيفك؟ تمام ماشي حال. يلا سلام بابا، تعال تعال يلا. هيك ابو كرم خلصني، هات مفتاح 20. لا بعيط عثمان، لا خلصني هات مفتاح، خلصني يا ابو كرم. انا بعيط عليه غير المعلم عبدو، حتى المعلم عبدو ما بعيط عليه. هي قلت لكم لا حول ولا قوه الا بالله. هات مفتاح. ليش هيك عم تساوي؟ بعرف ابي بعرف، انا فكري اخذ المحل اللي جنب الدكان وافتحهم على بعض. فكره معقوله، بس هيك بدنا ضمانات، قصدي البنك بده ضمانات. سيدي يطلب اللي بده اياه، هاي الدكانه موجوده. خلص بسالك منيح الموضوع. اي سمير، من كتر ما تلوعت وحزنت بهالدنيا ما
بتخيل انه اخلي حدا يحزن بسببي. الحياة علمتني انه اللي بيضرني بيضر غيري كمان. شو له علاقة هذا الحكي بموضوعنا؟ بدي اياك ما تنسى مرتك، وخاصة انك قلت انك بتحبها وعرسكن قرب. مزبوط، انا بحبها. معناته كيف بدك ياني اتخيل اني اخدك منها لا سمح الله؟ او انا ما كان هيك قصدي. انا صحيح مرة مقطوعة وما عندي غير هالبنت اليتيمة عم ربيها وما الى حدا كمان، بس هذا الشي ما بيعني اني انا بلا اخلاق، وكرامة الناس من كرامتي. اقسم بالله العظيم ما كان هذا قصدي. بعرف بعرف، ولا انا كمان كان قصدي. هاي حالة عمي أمال، حالة عمي. سميها شو ما بدك، سميها حالة ملل زوجي، حالة تعود قاتلة، سميها حاجة للتغيير. لا أنا ولا حنان عم نعرف نطلع منها. إيه بس مو حنان اللي بينحكى عليها هيك، يعني أنت نسيت قديش كنت تعزها ودائما تقول لولا حنان ما كنت وصلت اللي وصلت له. هذا كان بالأول، هذا كان بالأول، بس الناس تتغير. شو بتضل هيك ثابتة؟ تتغير، تتغير حياتها، بتتغير ظروفها، بترجع بتقرأ تاريخها وكل ماضيها وكل قصتها بطريقة تانية. شو الحكي هاد؟ بس مو لدرجة نكران المعروف. أي معروف؟ أمال أنا اللي عملت معه معروف مو هني وقت ما كانوا بأمريكا. لك أنا اتجوزت بنته هي وأهلها عملت معه معروف. لك حدا بيتجوز واحدة مثلها عندها ولد؟ أنا حمار، أنا حمار. المهم حنان بالدرجة الأولى عم تشتكي من قصة سارة. سارة ما حدا بيعرف مصلحتها غيري، عرفتي؟ ما حدا بيعرف مصلحتها غيري. وائل ليش أنت وصرت تربي سارة لحالك؟ من حق حنان إنها تربيها وتخاف عليها. حنان تخاف على سارة؟ واحدة مثل حنان يلا يطلع لها مع سارة أصلاً. لك هاي سارة، سارة وسارة ما حدا بيحق إنه يخاف عليها قدي. يعني أنا عيوني بشوف فايديني. أميرة شايفك لا تنك شي. بشوف أكتر. شو كنت تقول ساري؟ كنت عم أقول إنه الواحد يعني عيونه شو بيفيدوه إذا ما عم يمشي. لك أنت قصتك متصنصين يا زلمة. خلصنا يا جماعة، شو قلبتوها قعدة تنظير وفلسفة؟ عدوا كله بقى. لحظة أنا بدي أحكي شغلة. يعني داخ خيلك. أنا شو مستفاد من رجلي؟ يعني حدا يعطيني عين أو عينتين ويأخذ رجلي ما يكون أحسن. سالم لا تزعل منك يزن على طولك بحبي خلاص. لا ما بي سالم بحبي. خلصيني ما كان يطلع موبايلي. يلا ليك ليك يلا مسكي سيبي، لأنه إذا دقلك وما عرفتي بده يزعل مني. هاتي 0966 0971186. والله ليش الواحد منا ما يمن الأمال؟ يعني إذا جاب شيء على بيته أو صرف على بيته ما هذا واجبه، هي مسؤولياته بمارسها. ما بيمن ولا بيفتح تمه ولا بيحكي حرف، هذا طبيعي. لأنه بينما المرأة إذا جابت شغلة قد النكشينك عالطالع والناس اللي ما بتمنن بخوش بدنه للواحد. أنا عملت وأنا سويت وأنا مدري شو. لأنه المرأة ضعيفة ووقت بتعمل شيء بحسسها بقوتها بدك تضربه بعشرة أو أكثر، ولما أنت بتعمل شيء من حقها هي تقسمه على عشرة أو أكثر. رح اعتبرك الصديق اللي رح الجأ له لما احس حالي ضعيفة. وانا بإذن رب العالمين ما رح اصير. قديش كنت بتمنى اني احضر عرسها، بس للأسف ما حدا بيتفهم هيك علاقة. بهي معك حق، بس لهلأ فيكي. ها خلص خلص عبدو، اذا بدك تتناسى وضعك انت حر، بس لا تنسى وضعي ولا انا ما إلي معزة عندك. لا يا بنت الناس شو عم تحكي؟ عليم الله انت بمعزة اخواتي البنات. صحيح رب العالمين ما طعمني اخوات بنات، بس انت اختي بعهد الله. الله يسلمك. يلا عن اذنك ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب.
هيك لكان حليت المشكلة على حسابي لصالحها. خلصنا يا مو خلصنا مشان الله خلصنا. شو استك تعملي بالحبة إبه؟ البنت بدها تجهز جهازها، تركيها بحالها. وليش انت معصب؟ صاير معك شي بالشغل مو منيح لك ابني؟ لا مو صاير معي شي بالشغل، الشغل بيطير العقل، بس انت شو استك؟ كل قصة بتعملي من وراها قصة. خلصنا يا مو خلصنا. والله طلعت البنت مو سهلة، بدها تمشي رأيها عليك وعلي. وعلى قلبي أحلى من العسل. شو رأيك بقى؟ الله يرحمك يا أبو عبدو، ما كنت استرجي احكي كلمة قدامه. مو متل رجال هالأيام تجي شقفة مرة وتمشي رأيها عليك. لك آخ يا أبو آخ، هي تجي وتمشي شو ما بدك، شو ما بدك مشي. هيك آه بدي اياك مزهزي بتاخد العقل هيك. والله يا ابو فارس وجعني قلبي على هذا الزلمة المقعد، والله حسيت مصيبتي اهون من مصيبتي. زعي شبك ليش خففت؟ ما لحق من وصيت عجقة. خير ليش العجقة؟ مين؟ عجقة مطبات شو بعرفني؟ شو بك معصيب وعم تفقي؟ علي الحلال بتحس وبتشوف اكثر من اي واحد مفتح بهي البلد. اوعى اوعى رح تخطر الزلمة. ها لك ما قلت لك، لك شفت شلون؟ حبيبي حبيبي حبيبي. ولك عسيت على افرامك يا ابن يا فارس. ما قلت لك مطبات. كلوني يا زلمة كثير ظريف. اي والله ظريف، وانا كثير حبيته، بس ما قدرت منه. عامل لك كاسة شاي؟ ايه ما حدا يكثر لك فيها سكر. ايه اليوم راح نشوف صاحب المشروع وبس نوقع العقد برد لك خبر. لا ما في داعي تجي وليد، خلص مش الحال. ما في داعي تجي خلص، ما عندي شيء ما عندي شيء. يعطيك العافية. وهي ما في مكتب. ايه ما بكون كسبت شوفتك. شو رايك نروح نتمشى؟ موافقة. تشرف. شرف. ايش كان الرقم؟ 8 4 2 8 4 3 5 5 6 9 ألو؟ مساء الخير. عفوا أميرة عم تحكي؟ ايه مين معي؟ شلونك؟ انا يزن. اهلين اهلين يزن. الله يخليك. هلا كنا بسيرتك. هاتي هاتي اعطيني اياها. احكي. هي سالم. الو كيفك؟ شلونك سايم؟ تمام مبسوط. الله يخليك. والله انا مبسوط كمان انه نحن نصير رفقاء هيك خلال فترة قريبة. طيب شو رأيك بكرة تيجي تشوفني؟ لا والله انا برايي انك انت تاخذها مشي وتجي لعندي بنشوف بعض عندي. شو رايك؟ يلا باي. ولك مو عيب عليك تقول له تجي تشوفني. شو هو كمان قال لي تعال مشي لعندي. تعطوا ابني تعصي. شو رايكم يا جماعه نشوف الارض بالاول؟ من بكره باذن الله من الصبح نروح جولة ميدانية على الأرض ونوقع العقد. لحظة لحظة، شو نوقع العقد؟ شو القصة هيك؟ بكي كان موقع الأرض ما بيناسب طبيعة المشروع. شلون يعني؟ يا دكتور وائل هذا مسبح وفندق على طريق المطار. هو إذا كان يكون على طريق المطار يكون كمان بآخر ما عمر الله. هذا مشروع خاص، يعني زباينه كمان خاصين. اللي ما عنده سيارة لا يروح ولا يشترك معنا، هاي القصة. شو رأيك أستاذ فهد؟ هاي معه الدكتور حق. يعني نحن عم نعمل هاي كواليتي. يعني لنخفي من الناس. هذا هو. شو دكتور زياد؟ اقتنعت بالموضوع؟ خلونا نشوف الأرض. ماشي الحال. رتب موعد. شفتني؟ لك ايه شفتك بس ما شبعت عيوني مني، كل شيء هيك صار بسرعة. لسه الأيام جاية ورح تشوفني كثير. والله بس مو ظابطة هيك، يعني معقولة هيك مقضية من بعيد لبعيد.
سارة أنا معطي حالي ما عاد فيه. إيه على مهلك على مهلك طول بالك. لك أخ بس لو فيني هلا نطلع عندك وأخذك وطيك. خلص خلص يلا روح روح تصبح على خير شكله بابا إجا. يلا باي. في أسماء محددة من بين هالأسماء بتحب نركز عليها؟ في عندك أسعد دك الباب. أسعد دك الباب لعبة شلون فاتتني هاي؟ هاي شوفي. لا لا ما في شيء تفضل خلينا نكمل إذا في أسماء تانية. بس You are okay mom? Yes mom. طيب خبريني ماما. شو قال لك الدكتور آخر مرة؟ قال لي كتير منيح وضعك وإن شاء الله في تحسن على القلب. يعني غير لك الدواء ولا لا؟ غيره غيره. يعني شو ما في داعي للعملية بالآخير؟ إن شاء الله ما في عملية. إن شاء الله ما بتحتاجيها حبيبتي. كيف سارة؟ منيحة بتسلم عليكي. كان بدي جيبها معي بس بتعرفي هي عندها دراسة. قلتوا لها؟ لا ماما شو قلنا لها معقولة؟ مستحيل مستحيل إلا لا ماما. وائل كيفه معي؟ منيح ماشي الحال. لا باين مو ماشي. لا ماما بس انتي بتعرفي قصصنا يعني هيك مزاجه هيك عقليته. شو بدي اعمل يعني دائما معصب وطالع خلقه على شيء فيه وشي ما في. شو بعرف منه شو بدي احكي لك يعني حبيبتي. بدك تطمني بالك احكي لي شو صاير. يعني البنت صارت يعني حاسه حكتني وقال جايب هاليومين. ما حكيت معك؟ لا لا ما حكيت. لا ما حكيت. في شي بابا؟ اسلام ايديك كثير طيب.
بنخاف وبنحاول اكتر، واجب اسهر منا منا.